بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. وبعد، يتجدد لقاؤنا أعزائي الطلبة مع ثامن محاضرة، والتي سوف نخصها بموضوع جد مهم من مواضيع مدخل العلوم القانونية ومن مواضيع القانون بصفة عامة، ألا وهو مصادر القانون. تختلف مصادر القانون في كل دولة ومجتمع بحسب تدرج القواعد القانونية. وقد حدد المشرع الجزائري المصادر الرسمية للقانون في المادة الأولى من القانون المدني بقوله: يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها، وإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. ويستخلص من هذا النص أن المصادر الرسمية أو الشكلية للقانون الجزائري هي: المصدر الرسمي الأصلي ألا وهو التشريع، أما المصادر الرسمية الاحتياطية فهي مبادئ الشريعة الإسلامية، العرف، مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. وغني عن البيان أعزائي الطلبة أن هذا الترتيب الوارد بالمادة الأولى ملزم على الرغم من ضرورة إعادة النظر فيه كما يقول الفقهاء، وذلك بإعادة النظر مثلا في اعتبار الشريعة الإسلامية وجعلها مهيمنة على التشريع كله. أما المصادر التفسيرية للقانون فيقصد بها من جهة أنها أو يقصد به الجهة المنوط بها تفسير القانون عند غموض القاعدة القانونية. فبخصوص المصدر الرسمي الأصلي القانون في التشريع الجزائري ألا وهو التشريع، فيأخذ معنيين، أولهما ضيق والآخر واسع. فأما الضيق فيطلق اصطلاحا على التشريع بمفهومه الضيق على القواعد القانونية المكتوبة التي تصدرها السلطة التشريعية في شكل قانون. والسلطة التي تختص بوضع التشريع أي القانون في الدولة هي السلطة التشريعية الممثلة في برلمان عفوا بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. أما عن المفهوم الواسع للتشريع فيقصد به تلك القواعد القانونية العامة التي تشتمل إلى جانب القوانين الصادرة عن البرلمان، مختلف الأنظمة واللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية في شكل مراسيم وقرارات وما إلى ذلك. أما بخصوص التشريع كمصدر رسمي أساسي أصلي للقانون في التشريع الجزائري، فنجده يتمتع أو يتميز بمجموعة من الخصائص تتمثل أساسا فيما يلي: المقصود بالتشريع هو وضع قواعد قانونية عامة ومجردة. أما إذا أصدر رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس أمة قرارا يتعين بترقية موظف بالمجلس فإن ذلك لا يعد تشريعا، فبالرغم من صدوره عن أحد مجلسي أو أحد غرفتي البرلمان سواء أي هي سلطة تشريعية، فهنا لا يعد أن يكون تشريعا. أيضا يجب أن يصدر التشريع في شكل وثيقة مكتوبة، وهو يتميز بذلك عن العرف الغير المكتوب الذي سوف نوضحه لاحقا. ثالث خاصية وهي أنه يجب أن يصدر التشريع عن السلطة المختصة في الدولة أي البرلمان أي السلطة التشريعية، وبذلك يختلف عن العرف الذي سوف نوضحه لاحقا الذي تنشأ قواعده تلقائيا بسبب اتباع الناس لسلوك معين مدة طويلة من الزمن، بحيث يستقر في وجدانهم الشعور بالالتزام كما سوف نوضحه لاحقا. كما نجد للتشريع عدة أنواع، فهناك التشريع الأساسي هو الدستور وهو أسمى قوانين في دولة ما، نجد التشريع العادي اللي يعطى اسم القانون، والتشريع الفرعي اللي يعطى اسم اللوائح. في الحقيقة يعني هذا التدرج أن التشريع الأساسي هو أعلى التشريعات في الدولة، وبالتالي يجب أن يصدر القانون طبقا له، وأن تصدر اللوائح وفقا للقانون وعدم المخالفة لأحكام الدستور. فعن التشريع الأساسي
أو الدستور، فهو أعلى أنواع التشريعات في الدولة كما سبق وأن أشرنا، لأنه يحدد النظام العام للدولة والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها وشكل الحكم وتنظيم السلطة العامة فيها، ويبين الحقوق والحريات العامة. كما أن وضع الدستور يختلف من دولة وأخرى من حيث طريقة وضعه بحسب نظام السياسي لهذه الدولة. فهناك الأسلوب الغير ديمقراطي، ويؤخذ في الواقع صورتين: المنحة، فقد يصدر الدستور في شكل منحة من الحاكم إلى الشعب، ولكنه حقيقة ليست منحة، فهو صادر عن ضغط شعبي على الحاكم. العقد، ثاني صورة، وهي العقد، وقد يصدر في شكل اتفاق بين ممثلي الشعب والحاكم. أما الأسلوب الديمقراطي فتظهر من خلاله مساهمة الشعب في وضعه، وذلك من خلال أولا وجود جمعية تأسيسية سواء كانت منتخبة أو معينة لتمثيل الشعب، ثانيا عرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي. أما عن تعديل الدستور، لأن الدستور سواء في الجزائر أو في دولة ما فهو محل تعديل أو تغيير. فيما يخص تعديل الدستور، فهنا نميز بين الدستور المرن والدستور الجامد، وهي الأنواع الشائعة لأنواع الدساتير. فالدستور المرن يجوز تعديله أو إلغائه بالطرق التشريعية العادية. أما الدستور الجامد فيشترط الدستور الجامد إجراءات خاصة ومعقدة لتعديله، ما عدا الأحكام والمواد الجامدة جمودا مطلقا والتي لا تقبل أي تعديل. ويفضل الفقه في هذا المجال أن تكون الدساتير جامدة. لماذا؟ لأنها تمثل النظام الأعلى في الدولة، فلا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا بشروط معينة حتى يستقر الأمن والأمور السياسية في هذه الدولة. وأما عن التشريع العادي والذي يرمز له بالقانون، فيقصد به مجموعة القواعد القانونية العامة والمجردة التي تسنها السلطة التشريعية، كما أشرنا، الممثلة في البرلمان بغرفتي في الدولة، في حدود اختصاصها المبين في الدستور، ويطلق عليها اسم القانون تمييزا له عن غيره من التشريعات. تجدر الإشارة هنا أن التشريع العادي يمر بعدة مراحل حتى يتم وضعه بصورة رسمية. فعن مراحل التشريع، فيمر وضع القانون وسنه بالمراحل الأساسية التالية: أولا يمكن ما يعرف بالمبادرة بالقانون، ثانيا مصادقة البرلمان وعدم اعتراض رئيس الجمهورية. أولا المبادرة بالقانون، ينص الدستور على حق الحكومة وكذا أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالمبادرة بالقوانين بشروط معينة. فإذا ما بادرت الحكومة بوضع مشروع قانون، هنا بطبيعة الحال هذه المبادرة تسمى كما أشرت إليها بمشروع القانون، فيقدم هذا المشروع من رئيس أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني، ويحال للجنة التشريعية البرلمانية التي تختص بموضوع القانون المقترح. فإذا كان خاصا بالتعليم مثلا، يحال للجنة التعليم التي تفحص القانون وتعد تقرينا عنه، يناقش بالمجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه طبقا لقانونه الداخلي، قبل أن يحال مشروع القانون المصادق إلى مجلس الأمة لمناقشته ويصادق عليه بدوره طبقا لقانونه الداخلي. وقبل عرضه على المجلس الشعبي الوطني، يجب استشارة مجلس الدولة في كل مشروع قانون طبقا للإجراءات وكيفيات معينة. ومع ذلك فإن الرأي الذي يبديه مجلس الدولة حول مشروع أي قانون يبقى غير ملزم للحكومة، إذ يمكن لها أن تتقيد به كليا أو جزئيا أو تطرحه تماما ولا تأخذ به. هذا عن المبادرة التي تقوم بها الحكومة، أو ما يعرف بالسلطة التنفيذية، والتي سميناها بمشروع قانون.
أما إذا ما بادر البرلمانيون أو إذا ما بادر البرلمان بالقانون فهنا يسمى باقتراح قانون عكس مشروع القانون الذي ينسب إلى السلطة التنفيذية، فإن اقتراح القانون ينسب فقها وقانونا إلى السلطة التشريعية. أما بخصوص التشريع الفرعي فهو تشريع ثانوي تصدره السلطة التنفيذية بمقتضى ما يمنح لها الدستور من سلطة الاختصاص بإصداره، وتسمى التشريعات الصادرة عن السلطة التنفيذية باللوائح أو التنظيمات، ولما كانت اللائحة مكملة وشارحة لإجراءات تنفيذ القانون فإن الأمر يقتضي عدم مخالفتها بطبيعة الحال للقانون. وأخيرا وفي هذا المجال كان ذلك كل ما يتعلق بالتشريع كمصدر أصلي ورسمي للقانون في التشريع الجزائري، والذي حاولنا أن نضع الطالب أمام وبصفة موجزة أمام أول مصدر أصلي ورسمي للتشريع في للقانون في الجزائر ألا وهو التشريع، فعرفناه من جهة ومن ثم استخلصنا خصائصه من خلال التعريف ثم تعرضنا إلى أنواعه. أما عن المصادر الاحتياطية فنجد أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي أول مصدر احتياطي رسمي للتشريع في الجزائر وفقا للمادة الأولى من القانون المدني. فيقصد بالشريعة الإسلامية ها هنا مجموعة الأحكام والقواعد التي تجد مصدرا لها في أولا القرآن الكريم وثانيا السنة النبوية الشريفة. سميت مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر احتياطي بموجب المادة الأولى من القانون المدني، أي أن القاضي في حالة عدم تجاوب النصوص التشريعية لحل قضية معروضة أمامه لابد عليه أن يعود إلى المصدر الاحتياطي الأول، وهذا بصفة ملزمة وبصفة حصرية أن يعود إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والمتمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. لهذا قررت المادة الأولى من القانون المدني كما أشرنا بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرسمي الثاني لقواعد القانون، فإذا لم يجد القاضي نصا تشريعيا يحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتعتبر مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرا رسميا لبعض القواعد القانونية في الجزائر مثل قانون الأسرة الجزائري كالخطبة والزواج والطلاق وثبوت النسب. هنا نجد أن مثلا قواعد أو نصوص قانون الأسرة إنما تستمد بنسبة 98% من مبادئ الشريعة الإسلامية المتمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ومن ثم فإنه في حالة عدم وجود نص تشريعي يتعين اللجوء إلى مبادئ الشريعة الإسلامية. ثالث مصدر احتياطي رسمي للتشريع في الجزائر وفقا للمادة الأولى من القانون المدني وهو العرف. فالعرف هو اتخاذ مسلك معين في مسألة معينة ثم يتكرر هذا السلوك حتى يعتقد الناس بوجوب هذا المسلك، وبذلك يتحول إلى قاعدة عامة تنظم علاقات الأفراد كلما تحققت الظروف التي نشأت هذه القاعدة بمناسبتها. ومن خلال هذا التعريف نجد أن للعرف ركنين، أحدهما مادي والآخر معنوي. فالركن المادي إنما يتمثل في ذلك الاضطراد والتكرار في اتباع سلوك معين، أي اتباع الناس أو الأفراد لهذا السلوك لمدة معينة وبشكل مضطرد، أي بشكل متكرر. أما الركن المعنوي للعرف وهو الشعور بإلزامية هذا السلوك، أي
أن تتحول هذه القاعدة التي ذؤب الأفراد على ممارستها لمدة معينة من الزمن إلى شعور ملزم في نفسيتهم بأن هذا السلوك أصبح ملزما. فالركن المادي إذن يتمثل في الاعتياد على تكرار سلوك معين فترة طويلة من الزمن. أما الركن المعنوي فيتمثل في الشعور والاعتقاد بإلزامية القاعدة القانونية، وهي نتيجة مترتبة عن الركن الأول، فهو شعور تدريجي يبدأ مع اتباع تكرار سلوك معين وينتهي بالشعور بإلزام القاعدة العرفية، وأن المخالفة ها هنا تستوجب الجزاء والعقاب، وتتحول من شعور وممارسة إلى قانون واجب التطبيق فيما بين هؤلاء الأفراد. أما بخصوص رابع مصدر احتياطي للتشريع أو للقانون في الجزائر، نجد القانون الطبيعي وقواعد العدالة. ففي حالة عدم وجود نص تشريعي أو مبادئ الشريعة الإسلامية أو العرف، فهنا يطرح سؤال: بماذا أو كيف يحكم القاضي؟ هنا الإجابة تكون أنه لا يستطيع القاضي رفض الدعوى والامتناع عن الفصل في النزاع بحجة غياب النص، وإلا ارتكب جريمة إنكار العدالة. فيعد امتناع عن الحكم رفض القضاة الفصل في العرائض المقدمة إليهم أو إهمالهم الفصل في قضايا صالحة للحكم فيها. ويجوز محاكمة كل قاضي أو موظف إداري يمتنع بأي حجة كانت عن الفصل فيما يجب عليه أن يقضي فيه بين الأطراف بعد أن يكون قد طلب إليه ذلك، ويصر على امتناعه بعد التنبيه عليه أو أمره بذلك من رؤسائه بحجة عدم وجود نص قانوني أو وجود نص تشريعي أو نص من مبادئ الشريعة الإسلامية أو العرف. فيجب عليه بحكم قانون الطبيعي وقواعد العدالة أن يجتهد رأيه لكي يصل إلى حل للقضية المعروضة أمامه. ومن ثم فإنه يجب على القاضي بصورة عامة أن يحكم في النزاع المعروض وفقا لقواعد العدالة والقانون الطبيعي في حالة عدم وجود المصادر الرسمية الأخرى المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون المدني. كانت تلك إذن المصادر الرسمية، والمصادر الرسمية الأصلية، والمصادر الرسمية الاحتياطية للقانون في التشريع الجزائري وفقا للمادة الأولى من القانون المدني. نعيد، فإنه يعد التشريع مصدرا رسميا أصليا للقانون في التشريع الجزائري، أي في الجزائر وفقا للمادة الأولى من القانون المدني. كما تعد مبادئ الشريعة الإسلامية والعرف والقانون الطبيعي وقواعد العدالة مصادر رسمية احتياطية للقانون في التشريع الجزائري. أما عن النصوص أو المصادر التفسيرية للقانون، فنجد مثلا القضاء. القضاء هو الهيئات والجهات القائمة في إطار السلطة القضائية: المحاكم، المجالس القضائية، المحكمة العليا، مجلس الدولة، المختصة بالفصل في المنازعات بموجب ما يصدر عنها من قرارات وأحكام. في الحقيقة أنه في النظام الجزائري فإن أحكام القضاء ليست ملزمة، ولذلك لا يعتبر القضاء مصدرا رسميا للقانون الجزائري. ولا يعني ذلك القول عدم قيمة الحكم، حيث أن أحكام وقرارات الهيئات القضائية العليا كالمحكمة العليا ومجلس الدولة لها قيمة أدبية ليستأنس أو يستهدي بها القاضي في أحكامه الخاصة في الدعاوى المماثلة. كما أن للأحكام دور تفسيري للقانون
وإزالة الغموض عن كثير من القواعد القانونية. ولذلك نجد معظم المحاكم تتبع ما تقرره المحاكم العليا بناء على إلزام أدبي وليس قانوني، يرتكز على وقار القضاء وخبرته في تطبيق القانون، وخاصة للمحاكم الدنيا التي تفتقد للخبرة. أما بخصوص ثاني مصدر تفسيري للقانون بشكل عام، فنجد ما يعرف بالفقه. فيقصد بالفقه مجموعة كتابات رجال الفكر القانوني في شرح وتفسير القواعد القانونية واستنباط المبادئ القانونية من مصادرها المختلفة التي تستعين بها المحاكم تستهدي بما تتضمنه من تفسير القانون. بل أن المشرع كثيرا ما يأخذ بآراء الفقهاء في تعديل التشريع أو عند إصدار تشريع جديد. في الحقيقة كان للفقه دور كبير في ابتداع القواعد القانونية، حيث كان له دور ملزم في الأحكام القضائية في عصر الدولة الرومانية. أما في العصر الحديث فقد تضاءل دور الفقه نظرا للاستقرار في الأوضاع القانونية في كثير من النظم القانونية في العالم، ولا يعني ذلك انتفاء قيمة ودور الفقه. وفي الحقيقة تختلف قيمة الفقيه الأدبية بحسب منزلته وقوته العلمية، ومهما كانت مكانة الفقيه مرموقة تظل آراؤه غير ملزمة، وهي مصدر تفسيري للقانون. وتريد آراء الفقهاء في الكتب القانونية العامة وفي الأبحاث والدراسات العلمية الواردة في المجالات والدوريات المتخصصة. فبالرغم من القيمة الأدبية للفقه، إلا أنه يبقى مصدرا تفسيريا جنبا إلى جنب مع القضاء في كمصدر، أعيد، كمصدر للقانون في الجزائر، إذ يعد التشريع مصدرا رسميا أصليا للقانون في الجزائر، ويليه أو تليه كمصدر احتياطي رسمي مبادئ الشريعة الإسلامية، ويليها العرف، ثم قانون الطبيعي وقواعد العدالة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.